جريمة جديدة أضافها آل سعود إلى سجلهم الأسود المليء بجرائم قل نظيرها في تاريخ المنطقة، إنها عملية إعدام 4 ناشطين من القطيف بتهمة المشاركة في احتجاجات العام 2011 التي اندلعت للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية التي صادرها آل سعود. ادشن وزير الداخلية السعودية الجديد عبد العزيز بن سعود بن نايف الذي خلف عمه المعزول ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في منصبه، دشن عهده الجديد وعلى خطى من سبقوه بسفك دماء الأبرياء ممن قالوا ربنا الله وطالبوا بحقوقهم الإنسانية المشروعة. عرجت أرواح كل من يوسف علي المشيخص وزاهر عبد الرحيم البصري ومهدي محمد الصائغ وأمجد ناجي آل معبيد إلى بارئها لتلتحق بكوكبة الشهداء التي يتقدمها آية الله الشيخ نمر النمر لتشكو إلى بارئها ظلم وطغيان آل سعود. الله إذا يشاء يريد كل الطغاة يسقطوا، يسقطوا وما يسقطوا كون فيكون، بس الله يريد يسقط الطغاة على أيدي المؤمنين. إجراء أثار مخاوف من إقدام آل سعود على إزهاق أرواح 3 محكومين آخرين بالإعدام، وهم كل من علي النمر وعبد الله الزاهر وداود المرهون، وسط صمت من المجتمع الدولي ومن أدعياء حماة الديمقراطية في العالم المتحالفين مع آل سعود. دماء طاهرة ستؤجج نار الثورة المتجددة في المنطقة الشرقية، وإذا ما أضيفت إليها المجازر التي ارتكبها آل سعود في اليمن فإن السقوط هو النهاية الحتمية لعرشهم الذي شيدوه على جماجم الأبرياء وبرك الدماء.